أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن لن تطبع العلاقات مع سلطة الأسد ولا تدعم قيام الآخرين بذلك، مؤكدة أن الأسد لا يستحق العودة إلى الجامعة العربية. دعوات لمظاهرات في الشمال السوري ودول المهجر غدا الجمعة رفضا للتطبيع مع سلطة الأسد وتأكيدا على ضرورة محاسبته وأطلاق سراح المعتقلين. منظمة اليونيسف تدعو إلى مواصلة دعم ملايين الأطفال في سوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر، موضحة وجود 3,700,000 طفل في سوريا بحاجة لمساعدة إنسانية مستمرة. وزير الداخلية التركي سليمان سويلو يصرح خلال لقاء متلفز أن أنقرة لم تكن مستودعا للاجئين ولا يمكن إرسال السوريين للموت، موضحا أن عدد العائدين طوعا للمناطق الآمنة للآن بحدود 550,000. المصرف المركزي التابع لسلطة الأسد يرفع سعر صرف دولار الحوالات إلى 8,100 ليرة سورية بعد أن سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 9,000 ليرة. الدفاع المدني السوري يقول إنه أخمد 19 حريقا أمس الأربعاء في أرياف إدلب وحلب، من بينها أراضٍ ومحاصيل زراعية ومنازل ومحطة تكرير وقود بدائية وخيام.